الموساد الإسرائيلي تمكن من اغتيال أحد أخطر وأهم ضباط إيران في الداخل السوري يوم أمس، والعديد من وكالات الإعلام ووكالات الأنباء الإعلامية الدولية كانت قد نشرت تفاصيل ما جرى، مثل وكالة أسوشيتد بريس ووكالة الأناضول، وحتى إيران اعترفت تماما بتفاصيل ما جرى. والأمر كله بدأ من خلال ضربة صاروخية إسرائيلية مباشرة على إحدى النقاط المتواجدة في العاصمة السورية دمشق، وكانت هنالك العديد من الصور لهذه الضربة من العديد من الزوايا كما تلاحظون. وإيران مباشرة اعترفت بمقتل رضا موسوي برتبة عميد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهذا الرجل هو يعتبر أهم قائد، أهم ضابط لإيران في داخل سوريا على الإطلاق. لماذا؟ هذا الرجل في حقيقة الأمر هو متواجد في سوريا منذ الثمانينيات، وهو المسؤول الرئيسي عن الحلف العسكري بين إيران وبين سوريا، وهو رفيق الدرب أيضا مع قاسم سليماني في سوريا وفي بناء محور ما يطلقون عليه المقاومة على المستوى السوري وفي الجولاني أيضا، واستغلوا الحرب الأهلية الموجودة في سوريا. وكذلك هو المسؤول الرئيسي عن نقل الأسلحة الإيرانية عبر الجو إلى سوريا، إن كانت إلى مطار دمشق أو مطار حلب أو غيرها، وحتى نقل الأسلحة على المستوى البري عبر العراق إلى سوريا. هو المسؤول الرئيسي عن هذه المسألة، وكذلك نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا بعد وصولها من إيران مباشرة إلى حزب الله اللبناني، وهو مقرب من الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. وهذا الرجل هو يعتبر أحد أبرز المهندسين للضربات على العمق الإسرائيلي، الضربات القادمة طبعا من سوريا مباشرة على إسرائيل، وأحد أهم المهندسين لمثل هذه العمليات، وخاصة خلال فترة حرب قطاع غزة. باختصار شديد للغاية، هذا الرجل هو قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا، ولذلك هذه ضربة ليست بالعادية أبدا من قبل الجانب الإسرائيلي. والسؤال الأهم، أو من قبل طبعا، هذه ضربة كبيرة للغاية بالنسبة لإيران وحققتها إسرائيل بشكل خطير. السؤال دائما وأبدا، كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال هذا الرجل؟ هذه العملية هي كانت بمراقبة بحسب طبعا مصادر قد نشرتها ونشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد بأن هذا الرجل كان في طريقه للعودة إلى منزله الذي هو طبعا متواجد في العاصمة السورية دمشق، ويقع منزله بحسب هذه التفاصيل التي نشرت بالقرب ومن ضمن منطقة السيدة زينب، وتحديدا في المزارع التابعة لحزب الله اللبناني. هنالك فيلل، وهو يسكن في إحدى هذه الفيلل. بمجرد ما وصل إلى المزرعة أو إلى منزله الخاص، فجأة ظهرت الطائرات الإسرائيلية التي طبعا كانت تتبعه، والموساد كان يتتبعه ويتتبع تحركاته بشكل واضح. وحلقت طبعا هذه الطائرات في العادة عندما تستهدف منطقة السيدة زينب، هي تحلق فوق الجولان وتقوم بعملية الاستهداف، وقاموا بضربه مباشرة في منزله. استخدموا 3 صواريخ عندما قاموا باستهدافه، مما أدى إلى تدمير المنطقة بحسب ما تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، وإلى قتله فورا. وكذلك هم استهدفوا نقطة أخرى قريبة أيضا بمزرعة تابعة لحزب الله اللبناني، ليست بالبعيدة أبدا، ولكن لم تتضح طبيعة الخسائر من تلك الضربة. أيضا من الضحايا الآخرين من هذه الضربة كان هو جرحى في حقيقة الأمر، 4 من مرافقيه قد جرحوا بسبب هذه الضربة التي كانت دقيقة ودقيقة للغاية. والسؤال طبعا كان يطرح بشكل كبير على المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري، لم تكن حاضرة أبدا في عملية التصدي لهذه الضربة الصاروخية الخطيرة تجاه هذه المنطقة. واحدة من اللقطات والصور نوعا ما كشفت طبيعة أين تتواجد هذه المنطقة في ظل المعلومات التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن منطقة السيدة زينب، وتحدثنا أيضا عن منطقة مهمة للغاية، أو تحدثنا عن المزارع التابعة لحزب الله اللبناني. الآن بإلقاء نظرة على هذه الصورة، من صورة الضربة التي جاءت باتجاه هذه المنطقة، سنلاحظ بأننا أولا أمام نقطة ومساحة وكأنها نوع من الجراج أو الموقف للسيارات، هي مساحة في نهاية المطاف. وسنلاحظ أن هنا مبنى كبير واضح، خزانات للماء باللون الأحمر في نقطة مرتفعة كما نلاحظ، هنا خزانين، مما يعني بأنها من المفترض أن تكون 4 خزانات، خزان آخر هنا، قد تكون مجموعة للخزانات الأخرى. وأيضا تلاحظ هنا
بأن هنالك منطقة نوعا ما أثرية في عملية البناء باللون الترابي أو اللون الأحمر كما نلاحظ، تأتي به هذا الشكل. وأيضا نلاحظ أن المنطقة المستقيمة هندسيا هي متواجدة هنا في هذه النقطة المرتفعة، ستكون مفيدة في تحديد هذا الموقع. ونلاحظ طبعا بطبيعة الحال أن هنالك شارع هنا وشارع هنا آخر، وهذا مخزن كما نلاحظ، وهنا عمود آخر متواجد في هذه النقطة. وواحدة من أهم العلامات التي ستدلنا على هذه المنطقة هي المحال هنا، قطع المحال عليها كتابات واضحة جدا عن طبيعة ما هو المطعم أو الكافيه أو اسمه الموجود طبعا في هذه النقطة. بالاقتراب طبعا ستلاحظ بأننا أمام مطعم ومعجنات الأمير، وأيضا كافيه الأمير كما تلاحظون هنا، هذا هو كافيه الأمير. وبالتالي إذا ما بحثنا عن كافيه الأمير في منطقة السيدة زينب في دمشق، سنتجه مباشرة بالقمر الصناعي إلى نفس المنطقة، مما يسهل معرفة أين كانت هذه الضربة ومن أين أيضا تم التصوير هذه الضربة. هذه هي منطقة السيدة زينب، وبالبحث عن هذا الكافيه سنجد أنفسنا أمام هذه النقطة. بالتالي لنتجه إلى الشمال قليلا مع الاقتراب من هذه المنطقة، وسنكون بطبيعة الحال أمام هذا الشكل الذي هو يتطابق تماما مع ما رأيناه. هذه هي المساحة المفتوحة كما تلاحظون، واضح أن المطعم والكافيه متواجد هنا، وهذه هي المنطقة التي باللون الأحمر كما هو واضح متعرجة نوعا ما في طبيعتها الهندسية. كل شيء تقريبا متطابق مع ما رأيناه، المبنى الكبير الذي كان ظاهرا، وهذه الخزانات باللون الأحمر خزانات المياه، وهذه الخزانات أيضا ظاهرة أمامنا. وطبعا هذا هو الشارع وشارع آخر، لكن أين هو المخزن والعمود؟ هي ستكون طبعا المخزن والعمود حاضران تماما إذا ما سحبنا قليلا بالقمر الصناعي من هذه المنطقة قليلا، سترى بأن المخزن موجود هنا بهذا الاتجاه، وبالتالي كل شيء يتطابق مع ما تحدثنا عنه. والعمود نوعا ما قد لا يكون واضحا بهذا الاتجاه، لذلك يجب أن نعود بالتاريخ قليلا، بالعودة قليلا ستجد ظل هذا العمود واضحا هنا. لاحظ هذا هو الظل الخاص بهذا العمود، وبالتالي وعلى هذا الأساس كل شيء متطابق مع ما رأيناه في هذه المنطقة. لنعود قليلا بهذا المقطع وهذه الصورة من القمر الصناعي، وبالتالي بتطابق كل شيء مما رأيناه هنا ومما رأيناه هنا، هذا يعني أن الانفجار من المفترض أن يكون بهذا الاتجاه. لنتجه إذن إلى هذه المنطقة لكي نتأكد فعلا هل نحن أمام المنطقة أو هل وجدنا هذه النقطة، هل نحن أمام مزارع تابعة لحزب الله اللبناني؟ سنجد نعم بأننا أمام هذه المزارع، ولكن ليس واضحا أي من النقاط هي التي استهدفت. لذلك كان هنالك تحديثا للأقمار الصناعية اليوم تحديدا لهذه المنطقة اليوم 26 ديسمبر بمقارنة الأول من ديسمبر بالـ26 من ديسمبر، والحديث والنظرة الكبرى تأتي إلى هذه المنطقة الوسطية. هذه هي صورة الأول من ديسمبر كما تلاحظون لنفس المنطقة التي نركز عليها الآن، وهذه المنطقة ببساطة هي المنطقة التي نريد التركيز عليها هنا، التركيز على هذه الفلل بهذا الاتجاه. إذا ما اقتربنا من هذه النقطة الأول من ديسمبر كما تلاحظون، ولنركز على الفلل الموجودة هنا تحديدا، هذه الثلاث نقاط التي ترونها أمامكم هنا قبل وهنا بعد. لاحظ التغير الكبير بأن هنالك دمارا وتغيرا للون تام بمجرد ما عبرنا 25 ديسمبر يوم أمس حينما تمت طبعا هذه الضربة. وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى هذه اللقطة وحاولنا أن نقترب من هذا الموقع بشكل أكبر، سنلاحظ بأننا أمام ثلاث نقاط، وهذه هي طبعا الفلل. تلاحظ اللون هنا نوعا ما أغمق، وهذا يوضح بأن هذه الفيلا أكبر أوضح للقمر الصناعي، لذلك جاء لونها بهذا الشكل. هنا قد يبدو وكأنه مستودع باللون الرمادي، وهنا مساحة مفتوحة كما تلاحظون، وهنا قبل كما نلاحظ، وهذه بعد. لاحظ كيف أن اللون قد تغير، اللون هنا تماما قد اختفى من هذه المنطقة التي رأيناها، بينما اللون واللونين الآخرين نوعا ما واضحة بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، لازلنا قادرين على رؤيتها، ولكن هذه النقطة قد دمرت تماما. هذه المنطقة التي نركز عليها، وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نتأكد من المنطقة الغير واضحة طبعا بسبب صور أقمار صناعية حقيقة جديدة للغاية، سنلاحظ هذه نفس المنطقة التي كنا ننظر
إليها، وهذه هي الثلاث فلل، وهذا يوضح لنا أن هذه الفيلا بالتحديد هي الفيلا التي كان يتواجد فيها العميد رضا موسوي، وتم استهدافه بشكل مباشر وتدمير هذه المنطقة بمقارنتها طبعا مع القمر الصناعي. وهذا يوضح بأن الموساد الإسرائيلي لديه متابعة كبيرة للغاية، وحقق بل أنه يمتلك كثير من المعلومات، ولديه اختراق كبير على أعلى وأهم القيادات للحرس الثوري الإيراني، وتحديدا فيلق القدس في الداخل السوري. وهذا الرجل كان متابع بشكل مكثف منذ فترة ليست بالقليلة أبدا، فكان هنالك أحد المراسلين الإسرائيليين من قناة كان 11 نشر صورة مثيرة، واضح بأنها سربت له لرضا موسوي، والموساد الإسرائيلي نوعا ما حدد شكله ورسمه، ولم تكن هنالك صورة واحدة لهذا الرجل في سوريا أو في إيران، لا أحد يعرف كيف يبدو، ولكن كانت هنالك صورة له ويعرفون شكله بالضبط. وكانت إحدى النقاط أو الأماكن التي ظهر بها مؤخرا هي كانت في مارس من عام 2023 هذا العام، عندما زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني حلب واللاذقية بعد الزلازل التي ضربت طبعا المنطقة بأكملها. وهذا هو العميد رضا موسوي يظهر خلف إسماعيل قاآني كما تلاحظون، هذا هو الرجل بنفسه. وكذلك أن الطائرات الإسرائيلية الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلية كانت تراقب هذا الرجل في اليومين الماضيين قبل عملية استهدافه. نتحدث هنا عن نحشون أورون التي ترونها، ونحشون أورون كانت قد ظهرت في 24 من ديسمبر، أي قبل يوم من عملية استهدافه بهذا الشكل، لنقترب قليلا. وستلاحظ أن هذه الطائرة، طائرة الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية، كانت تراقب هذه المنطقة باتجاه دمشق كما تلاحظون، ومراقبتها واضحة إلى جنوب وإلى شرق دمشق، وكذلك هي تراقب بطبيعة الحال أيضا لبنان من هذا التحرك الذي نلاحظه. بالتالي هو كان مراقبا بشكل مكثف، لا بل أن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق منذ 23 من ديسمبر بحسب هذه التسجيلات لهذه الطائرات. ترى بأننا كنا أمام طائرتين تحلق لساعات طوال تراقب طبعا سوريا وتراقب الجنوب اللبناني ولبنان، وهذه الطائرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، لاحظ 24 من ديسمبر 25 من ديسمبر تم ضرب واغتيال هذا الرجل بشكل مباشر. وهذه طبعا جعلت العديد من الأمور أن تظهر الآن على الإعلام، مثل موقع انتل تايمز الإسرائيلي فجأة نشر صورتين لشخصين قال بأن هذين الشخصين هما من الأشخاص وما تبقى من الأشخاص المسؤولين عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى الداخل السوري ومن سوريا أيضا إلى لبنان. وأوضح بأن هذه الصورة لهذا الشخص وهو عبد الله عبادي، وهو المسؤول عن الفرقة 2000 أو الوحدة 2250 في فيلق القدس الإيراني. وهذا الرجل الذي ترونه هنا كما أطلق عليه الاسم أو ذكر اسمه وهو ميثم قتابي، وهذا الرجل قال بأنه مسؤول الوحدة وأحد أهم المسؤولين في الوحدة 190 التي هي ترتبط بفيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري الإيراني. قال بأن هذين الشخصين على قيد الحياة وممكن أن نستهدفهم بأي لحظة. بالتالي إسرائيل تقوم باستهدافات واغتيالات خطيرة للغاية وبأوقات متقاربة، صدق أو لا تصدق، لأن هذه المنطقة أساساً التي نتحدث عنها المليئة بالفلل كانت قد استهدفت خلال هذا الشهر. على سبيل المثال كان هنالك استهدافاً من قبل إسرائيل على نقطة تأتي خلف فندق الروضة هنا، بهذا الاتجاه تم تأكيد بأن هنالك استهداف معين أدى إلى مقتل ضباط في الحرس الثوري الإيراني في 2 ديسمبر الحالي. وأيضاً في نفس الوقت كان هنالك استهدافا على هذه الفيلا بشكل خاص الموجودة في هذه المزارع في 26 من نوفمبر أي الشهر الماضي. وإذا ما ذهبنا إلى الاستهداف الذي جاء في نوفمبر، لاحظ الضربة الكبيرة هنا، ولاحظ حوض السباحة طبعا الواضح في هذه المنطقة. وبالتالي هذه واحدة من الفيلا الفاخرة الموجودة هنا ضربت فجأة، وصاحب المقطع الذي صور هذا المقطع قال بأن هنالك 4 أشخاص قد قتلوا في هذه المنطقة، والضربة التي جاءت في 2 ديسمبر التي تحدثنا عنها اعترفت بها وكالة إيرنا، واعترفت بها أيضا وكالة تسنيم، ونشرت صور الضباط الذين قتلوا كما تلاحظون بهذا الشكل. وقالت إيران بأنها ستنتقم من إسرائيل إن استمرت مثل هذه الاستهدافات. وها نحن اليوم نتحدث عن العميد رضا موسوي المسؤول الأهم على الإطلاق لهم ولديهم في سوريا، قد قتل من خلال هذه الضربة. وهذا الرجل له أهمية كبيرة للغاية، إلى درجة أن الشارع
الإيراني يوم أمس ظهر غاضبا بالشوارع وهو يرتدي الأكفان، ويطالبون إيران بالانتقام مباشرة من إسرائيل بعد هذه الضربة. لا بل إن أيضا في نفس الوقت إيران في اليوم التالي مباشرة أصدرت بيانا، وصدرت الأنباء من عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا بأن إيران ستنتقم لهذا الرجل وستنتقم من إسرائيل في الوقت والزمان المناسب بالنسبة لهم طبعا وفي الطريقة المناسبة. ووزير الخارجية الإيراني أيضا حسين أمير عبد اللهيان قال على تل أبيب أن تنتظر العد العكسي القاسي. وكانت هنالك بشكل مثير أنباء ومعلومات صدرت من النيويورك تايمز. النيويورك تايمز نشرت بمجرد استهداف العميد رضا موسوي أكدت التفاصيل الآتية بأن الجيش الإسرائيلي قالوا بأن تم وضع القوات المسلحة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، ويتوقع الجيش احتمال استخدام الصواريخ أو الطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها من سوريا ولبنان على إسرائيل. بالتالي هذه كلها تفاصيل مثيرة للغاية، وكلها توضح أن هنالك فعلا هنالك تحرك من قبل الجانب الإيراني للانتقام، إن كان من سوريا وإن كان من لبنان.